مشاهدينا متابعينا دائما معكم نتواصل في امسياتنا الرمضانيه بصحبه رامي سنتر جروب. رامي سنتر جروب حرك الاسعار، اسعاره مميزه وخاصه في شهر رمضان المبارك. لا تنسوا دائما رامي سنتر جروب، العنوان طول كرم مجمع طريف وزغل الطابق الاول، دائما اسعاره غير في شهر الخير، دائما مع رامي سنتر جروب. كونوا معنا في هذه الامسيه المتواصله طيله شهر رمضان بصحبه رامي سنتر جروب. من وراء الكاميرا شرفتني علاء الجلاد، ومني انا منتصر علاني، يسعد مساكم مع رامي سنتر جروب. امسياتنا متواصلة بصحبة رامي سنتر جروب، العنوان طول كرم مجمع طريف والزغل الطابق الأول، لا تنسوا العنوان، أسعاره غير في شهر رمضان الخير. يسعد مساك، كل عام وانت بخير. انت بخير بالصحة والسلامة. تعرفنا حالك؟ عماد عبد العال. عماد، أكيد أنت بتعرف رامي سنتر جروب، شو رأيك فيه؟ مميز والله، وأسعاره غير وتنزيلات كبرى. كبرى. طيب عماد، في عندنا سؤال بتجاوب عليه بتاخذ جائزتك من رامي سنتر جروب. ماذا يسمى ولد الثعلب؟ شو مسميه؟ الذئب؟ الهجرس. شو؟ مصدق كلامه صح؟ شو رأيك؟ ولد الثعلب شو بقول له؟ هجرس يعني مثلاً؟ شو بقول؟ شو سيدي؟ صح صح؟ صح صح صح. كلكم والله ما انتوا عارفينه. صح. بس كان الزلمة ماني عارفه. لا والله. هاي عماد. ليش؟ الهجرس، ولد الثعلب اسمه الهجرس. طيب هاي من رامي سنتر جروب، شو بتحكي له؟ تقدم الى الامام. ما هي الصورة التي بها سجدتان؟ غيرنا ذا. يلا، ما هي الصورة التي بها سجدتان مع رامي سنتر جروب؟ توبة. توبة. لا، أنا معطيك كمان إجابة. يلا غير التوبة، ما غيرنا. شو يا سيدي؟ والله ما بدري. والله ما بدري. أنا اللي بيع العطر. أنا بس بعطرني يا لك. سجدتان. شوف يا جماعة، ما هي الصورة التي بها سجدتان؟ بقولوا إيش؟ إيش؟ آل عمران. آل عمران؟ لا. طيب هلا بعطيك اخر شيء. الحج شو يا حج؟ تعال. التوبه. ايش؟ سوره التوبه. لا مش التوبه يا حج، بقول له غلط. السجده. لا، ما هي السوره التي بها سجدتان؟ طبعا في القران الكريم 15 سجده، ماشي، بس اللي في السوره اللي فيها سجدتين اي سوره؟ سوره انا اللي قريتها سعيا قبل شويه، ال عمران. لا مش ال عمران. لا، منروح كل سنة. وين منروح؟ منروح على الحج. وين؟ منروح على الحج. وسورة إيش؟ سورة الحج. سورة الحج يا جماعة الخير، السورة اللي فيها سجدتين سورة الحج. هلا طبعا 15 سجدة في القرآن الكريم، لكن السورة اللي فيها سجدتين فيش؟ سورة إيش؟ سورة الحج. الحج يا حج أنت. هاي من مين؟ من رامي سنتر جروب. رامي سنتر جروب. شو بتحكي له؟ بارك الله فيه وللأمام. ما هو داء الذئب؟ داء الذئب؟ يعني كيف انا بدي اداوي هالذيب؟ كيف؟ ايش؟ 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 تعال تعال تعال. اسمعونا، اسمعوا، شو اسمك؟ عمر مجاهد. من وين عمر؟ من الشرقية. من الشرقية، اهلا وسهلا فيك. اسمع شو بقول، ما هو داء الذئب؟ شو قلت لي؟ نطعمه ونرمي له شغله ياكلها. لا، نطعموش. شو داءه بصير؟ يعني انت جبت الاجابه، جبتها اللي اجوعه يا جماعه. داء الذئب انك تجوعه، الذئب اذا جوعته بطفي. نعم. تعرف؟ اذا جاع. اذا الجوع هو داء الذئب. سيدي هاي من رامي سنتر جروب، شو بتحكي له؟ بحكي له الله يوفقه، يعني والله يهني، الله يرزقه ان شاء الله. كل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير. من هو
من هو أفصح العرب؟ مين هو؟ تعال أنا اللي بقول اللي بجاوب بيكون على قدها. من هو أفصح العرب؟ يلا يا سيدي شو؟ مجال إيش؟ مجال تردش عاد أرد على حالك. هشام ابن عباس. ابن عباس لا. يا جماعة الخير أفصح العرب ولا من هو أفصح العرب؟ مش عارفه. مش عارفه. شو سيدي؟ شو سيدي؟ شو معرفنا؟ العرب أيمن. غريب؟ الله يسامحكم. مين قدوتنا؟ سيدنا محمد. أفصح العرب الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول هو أفصح العرب. طيب هاي جائزتك من رامي سنتر جروب، شو تحكي له؟ كل عام وانتم بخير وان شاء الله السنة الجاية عن جبل عرفات. أكيد عرفت رامي سنتر جروب. صحيح. عنده أسعار مميزة بشهر رمضان الخير، عنده أسعاره غير. طيب شو اسمك؟ عمار محمد عطية زاي. عمار اسمع، ما هي الصورة التي ورد فيها ذكر اسم غار حراء؟ ايش؟ صورة الأعلى. ليش؟ الأعلى. صورة الأعلى. أنت بترد عليهم وترد على حالك؟ ما ترد عليهم. صورة الأعلى. لا تردش عليهم. أنا بقول لك تردش عليهم، رد على حالك. وقناعتك وذاكرتك. رد حالك. شو؟ صورة الأعلى. صورة الأعلى؟ طيب اسمع. هسه كل اللي بعرفوش، إذا بعرفوش ده لحمك، واتكتل أنا وياك الليلة. يعني؟ ده مطوشي. مع رامي سنتر جروب المجنون أو مجنون ليلى، ما اسمه؟ المجنون. شو اسمه؟ مجنون ليلى. شو اسمه؟ ليلى. ليلى مجنون ها، مجنون ليلى، مين هو؟ مجنون ليلى. قيس. قيس يا زلمة. قيس. قيس يا زلمة. مجنون ليلى هو قيس، الله عدمني إياه مجنون ليلى. زاير. جائزتك من رامي سنتر جروب، بتروح عنده بتخرج، شو بتحكي له؟ شكرا له وان شاء الله من مزيد. ما معنى اسم الاخطل؟ شو؟ قالوك الهبه. مين؟ لا قلت؟ لا مش الهبه. اخطل. الاخطل. شو يا سيدي الشيخ؟ ابو ايش انت؟ ابو البراء. ابو البراء، عاشت الاسماء يا ابو البراء. طيب ابو البراء الاخطل لو جيت قربت لك اياها هي بتختص بالسمع، شو اللي بسمع احنا هنا؟ اطرم. لا لا شو اللي بنسمع فيه؟ الذان. 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 هلا الاخطل وصلنا انه معناها الاذن، بس شو مالها الاذن؟ طويله ولا صغيره؟ صغيره. طويله. كبيره. الاخطل هو صاحب الاذنين الطويلتين. الأخطل صاحب الأذنين الطويلتين يا أبو البراء. هاي جائزتك من رامي سنتر جروب، شو بتحكي له؟ شكرا له وكل كل سنة وهو سالم. ماذا تعني كلمة أوروبا؟ لا معناها أوروبا، شو معناها؟ اسمع والله والله لا لا أوروبا بتشمل ناس كتير، أوروبا، إيطاليا، الدنمارك، هي كلها أوروبا يا زلمي، مالك؟ مش هلا اسمها أوروبا، لو أنت تحط في بالك أكم دولة فيها أوروبا بتعرف المعنى من هيك. هلا شو معناها؟ خلصناها امبارح هاي. مش عارف. هلا احنا بنقول أوروبا، شو يعني أوروبا؟ أنت لما تقول أوروبا كبير يعني شيء عالم كبير. أيوه البلاد الواسعة، البلاد الكبيرة من اسمها، يعني لو أنا بعرف شو معنى أوروبا واحد يجي يقول لي إياها بفكر فيها أوروبا، يعني بلاد واسعة. ماشي يا سيدي. قصيب هاي أنت بالآخر زرعت وحصدت. هاي من رامي سنتر جروب، شو تحكي له؟ كل عام وأنتم بخير وشكرا لكم، الله يوفقكم ويعطيكم إلى الأمام. ما هو موضع الغضب في الإنسان؟ وين موضع الغضب في الإنسان؟ بالقلب. لا أصلاً. العصب. العصب. القلب. احكي الدماغ. دماغ. الدماغ.
في المخ. الدماغ. الدماغ. الراس. الراس. ولو. يا جماعة وحياتكم وكثير وكثير بتآذينا، وبعدين بنقول يا جماعة بدنا نخلص. بالإيدين. ايش؟ بالإيد. طحونة العقل. وبنقول إنعان أبوها بدنا نشيلها. طحونة العقل. لوز. لا لوز اللوز. أنو اللي بده يطلع؟ لا لا يا زلمة. نظارة. نظارة. طحونة العقل. يلا يلا يا زلمة. والله ما عارف. اطلعها. طحونة العقل. آه بصير أقول آخ وأنا بتوجعني. زايدة. كلية. سموها. زايدة. لا كلية. شو اسمها؟ مرارة. المرارة. المرارة. موضع. موضع الغضب في الانسان اللي هي المراره، مش بيقولوا فقعت مرارته؟ مراره ان شاء الله ما بتفقع عندكم. هاي من رامي سنتر جروب، شو بتحكي له؟ شكرا لهم، ان شاء الله بالتقدم. كل عام وانت بخير. طيب كل رامي سنتر جروب خمس مرات دون ما تغلط بسرعه. يلا بسرعه. رام سنتر جروب. يلا كفتان انت سريع لحد. تعال يلا انت انت بسرعه. رام سنتر جروب. 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 كيف انا معك بطل؟ هاي من رام سنتر. هيك طلعت عنطره. شو هذا رام سنتر جروب؟ شو هذا؟ جائزه تروح تجيبها من عنده. طائره. طائره. كل عام انتم بخير وسلام ايديك. كل عام وانت بخير. مشاهدينا ومتابعينا، كنا معكم في جولة خاصة وأمسية ورحلة خاصة بصحبة رامي سنتر جروب. أسعاره مميزة بشهر رمضان الخير، أسعاره غير. كمان عنده مفاجآت حتى نهاية شهر رمضان المبارك للصبايا للستات للشباب، كله من عند رامي سنتر جروب. العنوان طول كرم، مجمع طريف وزغل، الطابق الأول. رامي سنتر جروب العنوان لكم دائما من خلال شاشة تلفزيون الفجر الجديد. هذه تحيات من وراء الكاميرا براء مش براء عمر، علاء الجلات. ومني أنا متصل عني. يسعد مساكم، غدا ألقاكم في أمسية جديدة ورحلة خاصة بصحبة رامي سنتر جروب.